صباح الخير على حضرتك. يعني قبل ما نتكلم عن فوز النادي الأهلي واحتفالاته وفرحة يمكن الأهلوية بالفوز بالدوري رقم 43، خلينا نتكلم عن النسخة الثانية النهاردة من رابطة كأس الأندية والمواجهة ما بين البورسعيدي المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا. شايف المواجهة تبقى عاملة إزاي؟ لا بالطبع دي نسخة يعني أول مرة طبعا المصري يوصل ليها، وسيراميكا وكليوباترا احنا قدامنا ناديين كبار، بس فرص المصري هتبقى أكتر. يعني أولا حضور جماهيري بالنسبة له حوالي 10,000 متفرج، لو اتكلمنا على التوازن الجماهيري سيراميكا ملهاش تواجد جماهيري أوي، حتى لو تواجد مش هيبقى بنفس الكثرة أو العدد بتاع المصري، لأن الأيام اللي فاتت كانت شد وجذب عشان العدد الجماهيري، فوصلنا ل 10,000 متفرج. والحقيقة الرابطة كانت في موقف، يعني انت بتتكلمي على فريق عنده جمهور كبير قوي وفريق ما عندوش جمهور، فهي كانت بتحاول توازن ما بين الاثنين، خاصة ده الاثنين اول مره يوصلوا نهائي. بس يعني كنت لسه اقول لك ان سيراميكا كليوباترا يوصل للنهائي، ده خطوه ده خطوه، لكن المصري عنده الحافز اكتر، لانه طبعا عايز ياكد على جماهيريته، عايز ياكد ان دي فرصه ان انا افوز بكاس او ببطوله، في بقاله كتير غايب عن البطولات. سيراميكا فريق عنيد، لكن عنده التغيير اللي هو حصل في المدير الفني في الايام اللي فاتت دي برضه هيأثر عليه شويه، لكن الاثنين بيملكوا مقومات الفوز، لكن الحافز عند المصري هيبقى اكتر، واعتقد ان المصري قدامه فرصه كبيره جدا يحصل على البطوله السنه دي. طيب شايف ايمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا هيتعامل ازاي مع هذه المباراه؟ المدير الفني الجديد ما اقدرش ان انا احمل ايمن الرمادي مسؤوليه، لانه بقى له يومين، احنا بنتكلم على تغيير مفاجئ بقى لنا يومين او ثلاثه، فلسه معرفته هو مدرب كبير عنده فكر بيحاول يطبق شغله، لكن الفتره قليله قوي، يعني قياده مباراه الفتره قليله بس التحدي كبير، ايا كانت المسؤوليه انا ما اقدرش احمل المدير الفني في الوقت الحالي. المدير الفني لسه جاي بيتعرف على لعيبه، على امكانياتها، على قدراتها، لو حصل وفاز بهذه البطوله طبعا هيبقى انجاز بالنسبه له. ليه دايما بنلاقي التغييرات في اوقات حرجه كده في الدوريات المصريه بتحصل؟ يعني بجد حاسه انه لازم يبقى في قانون يمنع ان ده يكون بيحصل، لانه يعني زي ما انت لسه بتتكلم صح، هو بيظلم الشخص اللي هي صح بتسال اسئله محرجه. لا والله بكلم بجد، يعني لسه النهارده مثلا نادي زي سيراميكا كليوباترا اللعيبه تعبوا وقدروا ان هم يوصلوا لنهائي، وزي ما حضرتك بتقول دي اول مره، فيعني لما نيجي نغير فجاه المدرب، وبالذات لو عنده فكر جديد، طبعا اتمنى اكيد كل التوفيق لسيراميكا كليوباترا، لكن لو هو عنده فكر جديد بطريقه جديده بلعب جديد، اللعيبه ازاي اصلا هيتاقلموا؟ فاهم قصدي؟ ما ده اللي احنا بنتكلم عليه، يعني كابتن حلمي طولان لما كان موجود لو قاد هذه المباراه هيختلف عن ان انا اجيب مدير فني جديد لسه بيتعرف على صحيح طبيعه اللاعبين، التناسق اللي ما بينهم لسه ما قادش على تدريب واحده. ده الهدف من سؤالي، ايمن الرمادي هيتعامل مع هذه المباراه بنفس فكر لا طبعا حلمي طولان؟ لا طبعا. ولا لا طبعا هيحط البصمه بتاعته في هذه المباراه؟ ما هو هنا ده هيبقى ريسك. هي المشكله مش عند المدير الفني، يعني هي المشكله مش عند ايمن رمادي في القصه دي، المشكله ان كيفيه استيعاب اللاعبين لتعليمات المدير الفني. دايما لما بتغير مدير فني ليه طريقه وليه اسلوب وليه فكر معين، مع بمدير فني جديد حاجه من اتنين قدام ايمن رمادي، ان هو يطبق فكره هو او يمشي على نفس المنهج اللي كان عامله كابتن حلمي طولان. صحيح. وده عندنا احنا كمصريين بتبقى صعبه شويه، ان انا اجي اقود بطوله على فكر مدرب قديم، مع ان ده الامكانيات بتاعت اللعيبه وقدرات اللعيبه ممكن تفضل مستمره ومستوعبه الفكر اللي هو كان شغال عليه كابتن حلمي طولان، فممكن اقدر اعمل مفاجاه بالطريقه. لكن اي مدير فني جديد بيبقى عايز بصمته، عشان احط بصمتي لازم استيعاب اللاعبين اللي بتتكلم عليه بسنت، اللي هو ازاي اغير في وقت في اي وقت ومفيش قانون ومفيش لوائح مفيش اي حاجه بتلزم، لان ده بيخضع لرغبات اداره الفرقه، مش بيخضع للائحه معينه او قانون معين بيقول لي ما تغيرش الا بكذا، لان ده بيبقى اتفاق. انا باجي فجاه مش عاجبني المدير الفني بمشيه بيروح حته تانيه، وهتلاحظي ان دي دايره وبتلف كده في عدد معين من اللاعبين، وده المدربين، وده بيأثر
على الفكر الكروي نفسه، بيأثر على الفريق، بيأثر على مستوى اللعيبة. احنا النهارده في مصلحتنا ان يبقى في اكتر من نادي بيلعب بطريقه كويسه، ويبقى المنافسه شرسه ما بين النوادي. النادي المصري نادي كبير جدا، نادي عريق، عنده قاعده جماهيريه رهيبه كبيره جدا جدا. صحيح. ونادي في الحقيقة قوي، فان هو برضو يوصل للمرحلة دي حاجة يعني مهمة جدا، فهو مباراة مش سهلة، مباراة بطولة بالنسبة له بالزبط. بالنسبة للفريقين يعني ده مباراة بطولة بالنسبة للفريقين، لكن عشان اقدر التغيير دايما لابد ان يكون له سبب معين، مش مجرد نتائج، مش مجرد ان انا اتفقت مع المدير الفني على مرحلة معينة. وبعدين احنا عندنا مصطلح كده بنستخدمه لك للفترة المتبقية. أيوة المتبقية دي ما انتش عارفة، يعني مثلا أنا هجيب المدير الفني للفترة المتبقية، ما فيش في العالم حاجة اسمها فترة متبقية، حاجة اسمها موسم أو موسمين أو موسم ونص، يعني بتفق معها على عدد محدد في العقد. لكن أنا دلوقتي ممكن أجي بس في الأغلب بيبقى الموسم، يعني خلاص فترة متبقية. أنت اتغلبت ماتشين امشي، طيب وما أجيب واحد تاني. يعني مثلا التغيير اللي حصل في غزل المحلة اللي هو اللي حضرتك بتتكلمي عليه، ماشي كويس جدا، ماشي كويس جدا، ماشي كويس جدا، فجأة قمت مغير مدير فني، فجأة قمت مغير إدارة، فجأة قمت مغير. طيب إيه اللي حصل؟ غزل المحلة هبط. صحيح. يعني نزل ليه؟ لأن التغيير مش أجل التغيير، أو التغيير ما ينفعش أعمل خلل، خاصة اللعيبة المصرية بالذات، عشان تستوعب فكر جديد وتستوعب طرق جديدة وتستوعب تخطيط جديد محتاجة وقت. ما ينفعش زي ما حضرتك كده، ما ينفعش اجي واحد لاعب بيلعب باك شمال طول عمره بقاله 12 سنة بحطه في الحتة دي، ما اجي اعمل له تكليف بحاجة تانية، ده بيبقى عامل زي جهاز الكمبيوتر بياخد اوردرين في وقت واحد فيقع منك ما يقدرش يعملها. لاعب اجي هو بيلعب 4-2-3-1 او 4-3-2-1، اجي ام لاعبه 4-3-3 فعفوا، فبيبقى في مهام عليه هو مش قادر، قدراته الذهنيه والنفسيه والبدنيه مش قادر يأديها. فهنا اللي بيحصل بقى الخلط، وبيحصل ان الانديه بتخسر وبتقع، لان انا بعمل لها تكاليف بشكل جديد، بغير من غير لهدف التغيير. او الحجه اللي عندنا دايما خسر ماتشين وبيعاني من الاداء السيء فلازم اغير عشان ارضي الجمهور، في حين ان ما بقاش كده في العالم. انت بتغير اداء سيء بمعنى ان انت كنت في المركز الثاني نزلت مثلا للمركز ال11، اقول لك اغير، وده بيحصل في اي دوري ما دام بنزل في الترتيب بغير. لكن احنا عندنا التغيير من اجل التغيير، مدرب مش عاجبني بمشيه وبجيب واحد تاني. فبقى في المشكله النهارده اللي واقع فيها سيراميكا كليوباترا، جايب مدرب كبير بس عشان اقدر احمله مسؤوليه لابد اني على الاقل يبقى وقته مع الفرقه. طيب بس شايف ده يعني. شايف وجود المدرب الجديد تحديدا ممكن يفرق مع اللعيبه في فكره اللي هم يثبتوا نفسهم ويلعبوا لعب رجولي علشان يقولوا المدرب الجديد احنا قادرين واحنا موجودين؟ قصدك الغربال الجديد ليه شده بالمثل المصري؟ صحيح. يعني ان انا شايف واحد جديد فانا عايز اثبت له ان انا قوي. طب ما هو الواحد الجديد ده يعني كابتن ايمن وبيدرب اسوان قابل سيراميكا كليوباترا، فمهما انت حاولت ان انت تظهر قدراتك، طب ما اظهرتهاش ليه مع المدرب القديم؟ يعني الفكرة ان انا جاي لمدرب جديد فهظهر قدراتي، اظهار القدرات دي كان مع المدرب القديم، بحيث المدرب ده ما يجي هيبقى عارفك ان ده لاعب كويس، ان ده لاعب مجتهد، ان ده لاعب يجي منه. لكن مجرد هتأديها بقد ايه؟ هتعملها قد ايه؟ تدريبة او اتنين وبعدين بترجع لمستواك الحقيقي. فحتة ان وبعدين انا مش جايب مدرب من بره الدوري، يعني انا مش جايب مدرب اجنبي. أيوة. لا ده انا جايبه من قلب الدوري، فهو حافظ بصنا. كويس قوي. بس هي المشكله اللي فرق اللي انا اشوفك من بعيد او انت منافس، خلاف ان انا اديك ان انا اجي بقى ادربك واديك تعليمات، بتفرق. هو انا شايفك بس شايفك كمنافس، لكن لما ابقى في قلب الملعب بدربك وبدي لك تعليمات وبتغلط وبصلح لك اخطائك، دي بتفرق مع المدرب كتير جدا. عشان كده بقول لك ما هو بيجي جديد على فرقه هو شايفها وعارفها وتنافس معاها، بس بيبقى في فرق ان بتنافس معاك حاجه وببدا ادربك على شغل انا حاجه،
والشغل بتاعي ممكن يفرق معاك او ما يفرقش معاك، بتظهر لعيبه ما بتظهرش، لكن مبدا الغربال الجديد ده يجي مع مدرب اجنبي ما يعرفنيش ما شافنيش، مش فاهم الدوري طبيعته عامله ازاي. طب يجي بقى بعمل الفكره اللي انت بتقول عليها ديت الغربال الجديد، ميمي عبد الرازق بقى هيعمل ايه؟ بشد على نفسه، هيعتمد ايه التكتيك اللي هيعتمده بالظبط؟ ميمي عبد الرازق فهي دي محتاجه بس مننا نبص عليها شويه ونعمل اللي انت قلتيه، قانون يمنع الانتقال قبل حتى ايه الموسم ما يخلص، خاصه ان سيراميكا كان عامل نتائج كويسه يعني. صحيح. مدير الفني للنادي المصري ميمي عبد الرازق ايه التكتيك اللي هيعتمده في المباراه؟ لا ما هو كابتن ميمي واقعي شويه يعني، مش هيبدا يفتح ملعبه قدام سيراميكا كليوباترا، انت هتلاقي المباراه دي دايما مباريات النهائيات بتبقى تكتيكيه شويه، مقفوله شويه، بيبقى فيها عدد الفرص قليله، اللي هينتهز الفرصه، ودي بقى مباراه لازم تنتهي بفوز. انا بشوفها مباراه الهجمه المرتده بالظبط، والفرصه الواحده يعني لو جات لك فرصه واحده وما انتهزتهاش او ما كسبتهاش الفرقه المنافسه هتكسب عليك. بمناسبه الفرصه الواحده، شايف مين هيبقى عنده فرص اكبر وتوقعاتك للنتيجه ايه؟ متوقع المصري هيبقى يعني بيحاول يخلق لنفسه فرص اكتر في المباراه، دوافعه اكتر، لكن برضو انا دايما برجع لنقطه مهمه جدا ان كره القدم ما فيهاش مستحيل يعني، بس ثوابت. كنا بنتكلم ان المصري فرصه اكبر، ممكن سيراميكا بايمن رمادي بفكر جديد بشكل جديد ممكن يعمل مفاجاه، لكن في الاخر انت بتتكلم على مدرب بقاله فتره مش كتير بس صحيح. عمل نتائج كويسه كابتن ميمي في الفتره الاخيره، حافظ لعيبته كويس، عارف هيتعامل مع سيراميكا كليوباترا ازاي، فبالتالي بتبقى فرصه اكتر من المنافس، فاعتقد ان المصري ممكن يحقق البطوله هذه العام.